هنا يرقد جثمان الراحلة فاطمة بنت محمد المعروفة بسيدة تعلات خادمة الفقهاء وطلبة العلم، ويعود نسبها لأيتعلى بقبيلة تسك دلت بشتوكا أيتباها. تقول الروايات أنها توفيت رحمة الله عليها سنة 1207 هجرية في سن يتجاوز 100 سنة من عمرها. عرفت الراحلة بالزهد والتصوف وخدمة فقهاء العلم وطلبة المدارس العتيقة، وهو ما جعل قبرها مزارا سنويا للآلاف من طلبة المدارس العتيقة من مختلف مناطق المغرب. تعلات ارتبط اسمها بالمدارس العلمية العتيقة وبطلبتها على الخصوص. تقريبا منذ قرنين تتحدث الروايات، وردت حكاياتها في طبقات الحضيقي الذي حققه الصديق أحمد بومزبو، وأيضا في الوليات الصالحات المتبرك بهن للدكتور العبادي الحسن رحمه الله. الحكاية تقول بأنه كانت مجاعة في المنطقة، وكان الناس يغادرون أن لم كانت المجاعة يتبع والموت. فبارتباطها بالمدرسة قررت أن تعيلها وتهيئ لها الطعام، معروف بأن الطعام يعتمد على الرحى وعلى هذه الأشياء. كاين كرامات كثيرة لا مجال لذكرها هنا، ولكن ارتبط اسمها مع الطلبة إكراما لها. يعني بعد وفاتها بأربعين سنة سيبدأ الموسم السنوي ويحضره طلبة المدارس العتيقة إكراما لتلك السيدة وإكراما لما قدمته للعلم والعلماء. واستمر هذا الموسم إلى الآن قرابة قرنين. يأمه طلبة المدارس العتيقة من كل الجنوب، ثم توسع ليصل إلى الآفاق ليصله طلبة المدارس العتيقة من كل أرجاء المغرب. أزيد من 160 مدرسة عتيقة توجد هنا، ويمكن أن أقول بأنه طلبة المدارس العتيقة يتجاوز 10,000 وربما يقارب 15,000 من حافظة القرآن. أقولها مصاحف تمشي على أرجلها. هذا هو قوة تعلات. ثم من خصوصيات أيضا الموسم أنه الموسم الوحيد الذي ستجد فيه تلوحت، اللوحة التي يقرأ فيها الطالب، والسمخ والصنصال والكراج والقلم ديال القزب. يعني هذه الآلات، هذه الوسائل يعرفها الطلبة توجد هنا. ثم الجلابة، يعني الجلابة في كلها هي الحاضرة بقوة، وسيطرة البياض، لون السلام، لون، لأن العلماء لونهم لون البياض كل شيء. فعندما تنظر يعني تستغرب أنك في مكان، ولكن مكان روحاني. والحمد لله وقعت تحسينات كبيرة جدا حتى في تنظيم السوق. كنسمعوش البوق مثلا اللي فيه الكاسيت ولا كذا، ولكن تسمعوا القرآن أينما مررت، كلام الله هو الذي يصعد. تحكي الروايات التاريخية أن تعلات لم تكن فقيهة ولا عالمة، وإنما كانت متعبدة وزاهدة في الدنيا، ورهنت نفسها خادمة للعلم والعلماء تقضي أمورهم وتحسن إطعامهم، وهو ما جعل للموسم رمزية في قلوب حفظة القرآن. الموسم الحمد لله موسم مهم جدا، يعتبر من أهم فقرات المدرسة، يعتبر من أهم المواسم التي تحرص المدرسة العتيقة على إحيائه في هذا المقر المبارك، على غرار جميع المدارس الأخرى. جميع المدارس الأخرى منهم من يأتي من بعيد، نحن مدرستنا قريبة ونشد الرحال إلى هذا المقام، وأنتم ترون الحمد لله الجموع الطيبة، والكل حريص، كل حريص بإرادتهم، كل حريص من أجل حضور هذا الموسم، من أجل ربط التواصل، من أجل كذلك حتى التعرف على شيوخ جدد لهذا المدارس العتيقة وربط هذه الحبال. وهذا ما يميز هذا البقاع المباركة سوس، وكذلك المغرب بأكمله يميز هذا الموسم. ومن بركات كذلك هذا الموسم أننا نرى أن العديد من الناس يأتون من خارج المغرب، منهم من يحب أهل الله وخاصته، منهم من يحب أن يسمع هذه الأذكار تقرأ، ويسمع هذه الأحزاب تتلى، ويسمع ويرى هذه المشاهد التي قل ما نشاهدها الحمد لله. وكان اللي غنى المدرسة العتيقة الثمانينات، ثمانينات هذا نتسوق تعلات، تعلات نكون وخان يغل جيل اللي كل هذا، ولكن نفاد واللي زرين تعلات شكو تعلات نكون زرين في الناس القولون يكسن
نفادت تقدر تنين تعلط هي السيدة هي العابدة هي السيدة هي شريفة تخاف من الله تبارك وتعالى وخان أرسهمو حملة القرآن أرتطعم حملة القرآن أرتطعم أهل العلم أخيان ينسير نس غمس الحياة نس أي اللي غنو فرخ تنين لولا تنسنتات نتعلط إيات حملة القرآن دادمي دا أهل العلم أهل العلم أهل القرآن أيان الولاة نتعلط إذن ربما أيان لجان السبب إلا غيتلون مقرد نتعلط غمس بعد الوفاة نس بعد الوفاة نتعلط وكل سنخ تاريخ نس كل شيء ولكن غير كذا رسل سمع رسل سفديد يجد الكثيرون من زوار موسم تعلاط ضلتهم في زيارة السوق وتبضع ما تيسر لهم من مستلزمات غير أن العديد من الطلبة يجدونها فرصة لشراء الكتب الدينية التي يصعب العثور عليها في المكتبات بالمدن. أتينا إلى هذا المكان لبيع الكتب من ناحية أن هذا الموسم موسم ديني ولذلك أتينا إلى هذا المكان وأتينا بهذه الكتب الدينية من فقه ونحو وأصول ولغة إلى غير ذلك من الكتب المتنوعة في أي مجال شئت يوجد هنا كتب يوجد كتب الطب كتب الخطاب إلى غير ذلك ولكن الذي يشغل حيزا كبيرا في هذا المجال هو كتب الفقه لأن الطلبة في هذا الموسم يوجد فيه طلبة التعليم العتيق وطلبة التعليم العتيق معروفون بالفقه الفقه واللغة يحققون في هذه المواد الفقه واللغة لذلك يأتون إلى هذا المكان ويسألون عن كتب الفقه غالب الطلبة أو نقول جلهم يسألوا عن كتب الفقه كتب الفقه هي الممتازة وهي التي تشغل حيزا في هذا الموسم لا 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 في الموسم نعم في هذه الموسم الدنيا تكون الكتب تتباع أكثر في المدن ربما في بعض المكتبات لا يجدون إقبالا من ناحية الكتب بخصوص كتب الفقه في المدن لا تباع أكثر خصوصا المدن التي لا توجد فيها المدارس العتيقة لا تباع فيها الكتب وأنا لتجربتي أرى بعض المدن التي ليست فيها مدارس العتيقة لا تباع فيها الكتب الدينية تذهب إلى المكتبة تسأل عن كتب كتاب فقه بسيط جدا وبثمانين باخس لا يوجد في المكتبة تقول كتاب ربما صاحب المكتبة يقول لك لا أعرف ذلك الكتاب لأنه ليس عندهم ما يتسوق الكتاب توجد كتب المدرسية لأن المدن يوجد في المدرسة العمومية هذا الذي يوجد في هذه المكتبات.